هنا سوريا، مساء الخير. لم تكد تطفأ حرائق المخيم الأول في عرسال حتى اشتعل مخيم ثاني للاجئين السوريين في منطقة قب الياس اللبنانية، حريق تبرأت منه الحكومة اللبنانية رغم أصابع الاتهام التي تحوم حولها وغموض القضية، وخصوصا مع مباركتها الضمنية والمعلنة لما فعله جيشها بحق السوريين خلال الأيام القليلة الماضية. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في هنا سوريا. في المحور الثاني سنبحث في عودة نشاط هجرة السوريين إلى أوروبا، لكن من ليبيا بدلا عن تركيا. أما في المحور الثالث فسنتوقف مع فريق شبابي يصور جوانب الفرح في المناطق المحررة. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. أفادت مراسلة أورينت نيوز بوفاة 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح في حريق جديد نشب في مخيم تل سرحون للاجئين السوريين في سهل البقاع في لبنان. إلى ذلك قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن ما حصل في عرسال هو عملية عسكرية، مؤكدا حرصه على كرامة وأمن اللاجئين حسب زعمه. نتابع التقرير التالي ونعود لفتح النقاش حول الموضوع. ليلة صعبة أمضاها اللاجئون السوريون في مخيم آدم في سهل البقاع بعد أن اندلع حريق ضخم داخل المخيم، والتي تختلف التأويلات عن أسباب حدوثه بين حادث مفتعل وماس كهربائي، ما أدى إلى وفاة طفلة في 7 من العمر وإصابة 7 أشخاص بحروق طفيفة وحالات اختناق. كانوا لي سهرانين وقمت قابل ناموا، كان أفرش لهم فرشات ناموا، هي كانت عندي تقول ماما بدنا نام عندش حدش، قلت لها تعي نامت، وانا كمان كنت اتفرج على التلفزيون، ما في شيء. عاد ما كنت بدي نام طلعت هيك فوق على السقف واني في شرطان عم بكنطكو، قلت يلا راح افصل الفاصل متى ما يعني بصير حريقه وصير شيء. ما رحت جيت الا البراكيه مولعه، ما عاد اقدر طلعت صغار وهي ما عاد حسنا طالعها، اجت العالم والشباب كله ما حسنا طالعوا، وانحرقت بنتي راحت ما عاد تجي بالحياه، راحت يا يما راحت. قديش عمر البنت؟ 7 سنين. كانت فرحانة اليوم لأنها نومتها حدي، قلت لها نامي حدي ماما، اليوم ودعتني وراحت، اليوم آخر نهار لإلها. النيران تمددت في المخيم والتهمت 20 خيمة من أصل 160، وكان أهالي المخيم افترشوا الطريق لعدم وجود مأوى بديل عن خيمهم، بالإضافة إلى فقدانهم لأوراقهم الثبوتية. وبدوره سارع الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى إخماد الحريق وإطفاء النيران. نتوجه دغري، 6 سيارات اسعاف من فرع الاسعاف والطوارئ على هذا المخيم، كان في حريق يعني كبير مبدئيا، ورجع بعدها توجه فرقتان من وحده اداره الكوارث لهون، وعملنا الساعه 3:30 مسح شامل، وقدرنا اوينا العالم اللي نامت بالشارع بالوضع المزري وبالحراره العاليه. الحريق لم يقتصر على مخيم آدم في بر الياس اللبنانية، فكان قد سبقه بأيام قليلة حريق ضخم في مخيم الرائد، والذي كان ضحيته طفلة ومسن، بالإضافة إلى الأضرار المادية. لا يزال مسلسل الأحزان والمآسي يلاحق اللاجئين السوريين، ودائما يدفع الثمن الفقراء الهاربون من قذائف القتل والدمار إلى الحرائق التي تلتهم خيامهم الهشة والضعيفة. من مخيم آدم في البقاع، مايا هاشم، أورينت نيوز. هذا واستطلعت أورينت نيوز أوضاع بعض اللاجئين السوريين في المخيمات التي تعرضت للحرق والتلف. كنت في البيت أجست الصوت مثل يعني قنينة غاز شغلة هيك، طلعت لقيت النار شغلة ببراكي جاري،
بدي اساعده ما عم اقدر اساعده. لبت اجيت على اولادي عيلتي طالع لي برات البراكيه وانا باخذهم لعند المفرق وبقطع النار. طلعت اولادي وقطعته جيت على لعند جاري ما عاد اقدر اطلعه. حالنا انه صارت الساعه 1 بالليل ما حسينا انه لبى الحريق بين الخيمه. وصرنا بنركض ما في عنا لا اطفائيات لا في عنا شيء. اتصلنا على هودة تبع اللي يجوا يطفوا، اجت وحده فيها نص مي نص خزان مي بخ هيك شوي وراح. بعدين لحتى اجى الدعم لحتى طفونا، والولاد كلهم هرعوا وخافوا وراحوا طلعوا برات المخيم. هلا في عالم يعني انا خبرك في عالم باتت بتشول هنيك تحت الشجر. في عالم باتت تحت الشجر يعني ما هلا انا واحد من اللي حرقوا خيمته ما طلعت اللي اخذتها من جاري لبستها. ما خالص ولا لا هويه لا وراء لا شيء لا خالص نهائي. لا خزان مي لا ظل عندي شيء لا ظل بيت لا ظل سفنجه لا ظل سداجه لا ظل خالص. الاولاد شو مثل ما انك شايفه طلعي شو صار؟ احترق كل شيء. يعني بس الاولاد ونفذنا بريشنا. يعني هاللبس هذا وهذا. واحترقت شيء الساعه 12 ونص وحده بالليل ولعت نار. وللنقاش ينضم إلينا السيد جورج كتانا أمين عام الصليب الأحمر اللبناني معنا من بيروت، وأيضا السيد فرج عبجي كاتب ومحلل سياسي من بيروت، أيضا ينضم إلينا من غازي عنتاب حافظ قرقوط كاتب ومحلل سياسي. أبدأ معك سيد فرج، يعني بالخبر الأخير الذي ورد قبل قليل وهو يعني وفاة 4 معتقلين في سجون لبنان بعد أن تم اعتقالهم من عرسال وحتى قبل بدء يعني التحقيق معهم، من يتحمل مسؤولية وفاة هؤلاء؟ أولا لا أعلم مدى جدية الخبر الذي أوردتموه، لكن الخبر صادر عن الجيش اللبناني. في حال كانت حالتهم حرجة فقد يكونون في المستشفى وليس في التحقيق، وقد يكونون أصيبوا في التفجيرات الانتحارية التي قاموا بها الانتحاريين خلال عملية المداهمة والاعتقالات. نعم يعني فقط للتوضيح سيد فرج، يعني إدارة التوجيه المعنوي قالت أعلنت عن وفاتهم في السجون. في السجون، فإذا في حال أعلن قيادة الجيش أنهم توفوا في السجون، نعم. فهناك شيء ما قد حصل لهم، قد يكون نتيجة يعني هل من الممكن أن يكون نتيجة التعذيب خلال 4 أيام؟ لماذا التعذيب؟ ومن قال أن هناك تعذيب؟ يعني ما هي المبررات الأخرى سيد فرج؟ يعني ما هي السيناريوهات التي من الممكن أن تناقشنا فيها؟ أنتم تقولون أنهم توفوا. مو نحن سيد فرج، مو نحن، الجيش اللبناني هو يلي أعلن وفاتهم في السجون. الجيش هي مؤسسة عسكرية وهناك إدارة تتابع ما يجري في سجونها وخلال عمليات الاعتقالات. وهناك سيصدر من الطبيعي أن يصدر أي تحقيق يؤكد كيف توفوا هؤلاء المعتقلون. نعم. طيب رح أنتقل لسيد جورج. يعني سيد جورج بالصليب الأحمر، هل تتابعون موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية وخصوصا يعني ما جرى في عرسال قبل كم يوم؟ سيدتي نحن لا، يعطيك العافية بالأول. نحن أهلا وسهلا. صار فينا لبعض للجثث الأسبوع الفائت بطلب قيادة الجيش، للأسف كانت شوي أشلاء من وراء الانفجارات. وبالنسبة لزيارة السجون هذه تعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلي بتقوم بزيارة دورية للسجون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. نعم، يعني هذه الزيارات الدورية بعتقد أنه بهذا الوقت ما رح تكون تأمنت زيارة للمعتقلين السوريين خلال يومين يلي قطعوا، صحيح؟ سيدتي ما بقدر أنا جاوبك لأنه ماني معني بالموضوع، بس أنا بعرف في تنسيق كتير قوي بين اللجنة الدولية وجمعيات حقوق الإنسان مع قيادة الجيش يلي هي تحترم القانون الدولي الإنساني. نعم. بصير في تنسيق بالموضوع، وأنا اللي بعرفه معلوماتي كأمين عام الصليب الأحمر اللبناني إنه في تجاوب كامل من قيادة الجيش لزيارة السجون بتقرير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بس للتفاصيل لدقة التفاصيل. نعم. فهذه تعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر. طيب أستاذ جورج، يعني بس للتوضيح، هلأ اللي أعلن الجيش وفاتهم، مين المعني بالتحقيق بأسباب وفاتهم وكيفيتها؟ يعني أنت أشرت أنه أنت ما عندك المعلومة الوثيقة، بس إذا بتقدر تدلنا يعني.
هلا عادة في تحقيق للدولة اللبنانية، السلك القضائي، النيابات العامة، في تنسيق وتواصل كامل الموضوع. أنا بقدر أقول لك نحن بس يعني كل المساجين نحن بس اللي عرفت نهار بتصور الجمعة السابقة الماضية اللي صارت هذا الموضوع. هيدي العملية اللي صارت بالمبدأ نحن كان بينطلب منا أي حالة بدها نقل، وفي حالي حرجة بدنا نقل كان الصليب الأحمر يلبي هندات. بس بهذا الموضوع أنا بأكد لك أنه أي حالي بيصير فيها في حالي حرجة أو حالي بدها استشفى ولا بدها معالجة، إيه الجيش دغري بتتصل بالمعنيين، بيرجع عندهم الطبابة. طيب بهي العملية الأخيرة سيد جورج، نعم فقط للتوضيح، لأنه هلا نحن الأرقام عم بتقول بين 4 إلى 7، بس الرقم الثابت هو 4 أشخاص توفوا من قبل يعني إعلان الجيش، هل تم التواصل معكم من قبل قوات الجيش للإعلان؟ لا سيدتي، نحن بقول لك كنا هاليومين بتعرفي ما كثير كنا كثير منهمكين بالمخيمات الإخوان السوريين. نعم. من نهار الأحد ظهران حتى تاريخ اليوم بالمخيمين. نعم. خاصة أول مخيم كان في اهتمام كامل لا نحافظ على كرامة كل الإخوان السوريين ونأمن لهم كل الظروف اللي قادرين نحن حسب قدرتنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة. نعم. وبقية الجمعيات المعنية إضافة للبلديات المعنية. نعم. رح انتقل للسيد حافظ، يعني سيد حافظ حريقين لمخيمين، اعتقالات في عرسال، وهلا الإعلان عن وفاة يعني 4 أشخاص في سجون الجيش اللبناني، يعني كيف تراقبون الوضع؟ يعني أول شيء رحمي للشهداء اللي راحوا بهذا الظلم وهذا العصف. يعني أنا بدي أسف طبعا كمان أترحم على شهداء ثورة الأرز اللي قادوا الطريق لتحرر لبنان، لكن للأسف لبنان يعني لم يتحرر حتى اليوم، هو محتل منذ عقود، منذ السبعينات، وليس كما سوريا تماما. حرية لبنان تنطلق من حرية سوريا. رحم الله سمير قصير الذي قال ربيع دمشق ربيع بيروت ينطلقان. حقيقة يعني أهل لبنان هم أهلنا، مظلومين مثلنا. يعني شاهدت بأم عيني في بداية الثمانينات كيف أن مساعد في الجيش السوري يركض ويضرب عقيد في الجيش اللبناني بأم عيني، لم أحد يقل لي ذلك، رأيته في لبنان. حقيقة عندما يقول أن ننتظر معلومات أولية من قيادة هذا الجيش، نحن نتمنى أن يصبح جيش للبنان، نتمنى أن يستقل لبنان، نتمنى أن تصبح رئاسة جمهورية متكاملة. لبنان بلد عزيز علينا، لكن بيروت تغير وجهها سيدتي. بيروت أصبحت أعلامها صفراء، منارة بيروت تبكي الآن، ليست هذه منارة الشرق، ليست بيروت التي كنا نتمناها أن تكون مفتاح لهذا الشرق بالحرية والحضارة والكرامة. نعم هو يقول لك أن الجيش سوف ينسق أو كذا، هو حقيقة يخشى على منصبه السيد. أنا أقول عنه هو يخشى أن يتكلم الحقائق، لكن عندما نجد في لبنان أن سيدة سورية تولد أمام مستشفى، حقيقة هذا عار على لبنان وسوريا، عار على منطقة الشرق الأوسط، وكلنا يعرف هذه القصة قبل أيام قليلة ليست بكثير. على جميع الأحوال ليس هو الحريق الأول في هذا المخيم. السنة الماضية بال 2014 كمان بكل صيف الجيش تقريبا اللبناني مناطق اللاجئين، هؤلاء مستضعفين. نعم يعني تقريبا هؤلاء مستضعفين، القانون الدولي يحمي المستضعفين. نعم سيدتي. نعم تفضل أكمل. يعني عم قلك إنه بكل صيف بتتكرر نفس يعني نفس الحالات يعني الدرامية، والجيش يداهم. نعم بالضبط هيك. الآن يعني بال 2015 أيضا داهم الجيش بحجة وجود إرهابيين. أين الإرهابي الآن موجود؟ قالوا لي 5 إرهابيين، 5 من فجروا أنفسهم، كانوا هزوا بيروت 5 لو فجروا نفسهم. نعم. حقيقة يعني كلنا نذكر جريمة اغتيال الرئيس الحريري. نعم ابقى معي سيد حافظ، رح انتقل لسيد فرج. سيد فرج، يعني وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قال حرفيا أنه الجيش اللبناني يطوق منطقة جرود عرسال منذ سنتين على الأقل. يعني بحديث السيد حافظ عن 5 أشخاص الذين فجروا أنفسهم داخل المخيم، كيف تمكن المفجرون من الوصول إلى المخيم؟ يعني ألا ترى بأن هناك يعني حالة من الضبابية في هذه الرواية؟ سيدتي أي ضبابية؟ المخيمات مفتوحة على الجرود. يعني ولكن السيد نهاد المشنوق هو الذي قال بأن الجيش اللبناني يطوق هذه المخيمات، يعني مو أنا اللي عم بقول. صحيح صحيح. نعم. صحيح
إيه صحيح يطوق هذه المخيمات، لكن هناك عائلات لهؤلاء المسلحين، هناك أشخاص موجودين في الداخل، هناك حركة مرور قد لا يتمكن الجيش من ضبطها، لكن هؤلاء الإرهابيين كانوا موجودين ضمن المخيم الذي نفذت فيه العملية، والعملية لم تكن عسكرية، كانت عملية دهم لاعتقال بعض الأشخاص، لكنها تحولت إلى كذلك بفضل الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم. هل من الخطيئة وهل الخطأ أن نحمي النازحين السوريين من إرهابيين قد يفجرون أنفسهم بينهم ويموت أكثر من الذين قتلوا في الحريق الذي حصل في قبلياس؟ هل لا. هذه خطيئة؟ لا هل أبداً. تطلبوا من سيد الدولة فرش. اللبنانية سيد فرش. أن الأمن القومي اللبناني هو حق مشروع السوريين؟ لكم. طيب الأمن القومي اللبناني هو حق لكم، ولكن إذلال اللاجئ السوري في المخيمات يعني هو الذي غير مقبول، يعني في ظل هذا الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، يعني وخصوصا في كل ما يجري الاعتقالات وفاة المعتقلين الحرائق. سيدتي يعني الميزانية والأموال المحصودة إلى لبنان، سيدتي نعم الأموال المحصودة إلى لبنان لمساعدة النازحين هي أقل بكثير من المحصودة لتركيا والمحصودة إلى الأردن والمحصودة لغير دول. ما تقوم به الدولة اللبنانية تشكر عليه صحيح. تشكر نعم. عليه لجهة طيب مساعدة سيد حافظ عنده وجهة نظر مختلفة في الشتاء. نعم سيد فرج سيد حافظ عنده وجهة نظر مختلفة، خليني بس اسمع وجهة نظر الأخ فرج. نعم. الأخ فرج قال بالحرف الواحد، هو قال الآن أن هؤلاء ذهبوا إلى عائلاتهم في المخيمات، يعني أي انتحاري بده يفوز تفجر عيلته، هذا أي منطقي؟ فركبت معك أخي فرج هذا الموضوع. لم أقل عائلاتهم قلت بالمخيمات راحوا يفجروا أنفسهم بالمخيمات، كيف بدها تزبط؟ نعم. خمس انتحاريين كانوا هزوا لبنان يا أخي الكريم. سيد حافظ بدنا نحكي نعم. شغلة بالمنطق هذا الموضوع حكينا فيه، خلينا ننتقل للنقطة الثانية. انظر إلى الأرقام، انظر إلى الأرقام التي وصلت نعم. كمساعدات نعم. إلى لبنان. سيد فراج يقول بأن المساعدات التي تصل إلى لبنان هي أقل بكثير من المساعدات التي تصل إلى تركيا ودول الجوار، وهذا هو السبب تردي أوضاع اللاجئين في لبنان ووصولهم إلى هذه الحالة. يعني هل توافق السيد فراج على هذا الموضوع؟ طبعا لا، هنالك حصيلة أرقام، أنا لا أذكر الأرقام الأخيرة لكنها موجودة وخرجت مؤخرا وبرزت وموجودة في من يبحث عنها على الإعلام في أكثر من مصدر، بأن الأرقام التي وصلت إلى لبنان بسبب اللاجئين السوريين وحجمها نعم. لكن وأنا أؤكد أصلا في بعض في مستودعات مطار دمشق مطار بيروت الدولي ليذهب الأخ فرج ويسأل كم حجزت شحنات أدوية ذهبت مساعدات إلى لبنان ومنعت من الدخول إلى لاجئين السوريين. لا سيدتي هذا الكلام غير صحيح، لبنان شحذ كثيرا على ظهر اللاجئين السوريين نعم. لكنه شحذ ليذلهم للأسف نعم. طيب رح انتقل للسيد جورج. سيد جورج، يعني ضيوفي عم يذكروا انه نقص المساعدات او نقص يا سيدتي اسمحي لي انه احكي بلا سياسه. تفضل طبعا ما انا عم بسالك عن هذا الموضوع فقط بالدومين الانساني لانه كله سياسه عم تسمع نعم. لا انا هلا بدي اسالك بالموضوع الانساني، تردي أوضاع اللاجئين بالمخيمات هل سبب عدم كل الإعلام؟ يا سيدتي كل الإعلام بيعرف دولي والخارجي أنه الصليب الأحمر يسمحوا لنا الكل عم بيفوت على كل المناطق، والإخوان السوريين ما بيطلبوا شيء من الصليب الأحمر ضمن قدرته إلا ما عم بيلبي نعم. من إرسال لوادي خالد. طيب بالعودة لموضوع الحرائق التي صابت المخيمين بيومين ورا بعض، بس السؤال انه نحن عم نحكي انه الصليب الاحمر تبرع ب 100 خيمه او بنفس الوقت عم نحكي عن 700 عائله كانت داخل هذه المخيمات، هل هناك خطه لانقاذ الاهالي لاحقا؟ يعني مثل ما شفنا زميلتنا يلي عملت مقابلات مع الاهالي، في ناس نامت تحت الشجر امبارح. سيدتي أول شيء عم بعطيكي معلومات دقيقة، أنا ما بحكي إذا ما عندي معلومات بلك ما عندي معلومات. سألتيني نعم، عن الحادث اللي صار مع الجيش، ما عندي معلومات نعم. وما بستحي إذا عندي معلومات بقولها علنيا نعم. تفضل سيد جورج. وبشفافية نعم. تفضل. المعلومات بتقول نحن حاطين خطة احترازية نعم، لأنه عادة بفصل الصيف تعرفي لبنان اصلا ما في كهرباء 24/24، في مولدات كهرباء، الماي بلبنان ما بتكفي الشعب اللبناني والكل بيعرفه وبيعرفوا الوضع كله بلبنان، ما لنا مخبيه على حدا.
اليوم هيدي الحكومه عم تقوم بواجباتها ضمن قدراتها، هذا موضوع الشعب بقيمها والعالم بتقيمها. نعم. انا بقدر اقول لك الصليب الاحمر اللبناني بكمل عمل الجمعيات والحكومات، هالجمعيه الوطنيه اللي مسؤوله من شبعة للقبيات لا وادي خالد، نحن حاطين خطه احترازيه، اول مره قدرنا استجبنا ل 78 ساعه بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه وجمعيه مفوضيه اللاجئين والبلديات تنقوم بمرحله معينه. هلا ما بخفي عليكي نحن دائما بالصيف بصير في حريق، هلا شو السبب؟ الاجهزه الامنيه بتجاوب ما بعرف شو السبب، انا بعرف البارح الساعه 1 الصبح ورد اتصال تحركت 6 سيارات اسعاف مثل ما قال بالمقابله. نعم. ونقلنا الحالات المعنيه واهتمينا فيها وما بنقبل الا ما نحافظ على كرامه كل مشكورين سيد جورج وكل اكيد المصاب. نعم. وجباتنا ضمن مبادئ الحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر. نعم. النقطه الاساسيه اكيد حاطين ضمن قدراتنا خطه احترازيه بكل المناطق تنقدر نستجيب بالمينيموم نحافظ على كرامة الأخ السوري ونقدر نأمن له معيشته بالمينيموم. ومشكور هلأ مثلا الهلال اليومين الهلال الأحمر الكويتي أخذ دعم معنا تقدر يساعد بمواد الغذائية على يومين ثلاثة تترجع، لأنه هؤلاء المخيمات معنيين مع مفوضية اللاجئين مش مع المعنيين معنا، نحن عندنا مخيمات معنيين مع الـ UNHCR. نعم. هاي المخيمات تنسقنا مع وزارة الشؤون تنقدر نستجيب، عم نحط خطة مثل ما قلت حضرتك استباقية أو احترازية تنقدر نلبي النداء ونستجيب لهم ونساعدهم، كان من ناحية نقل للمستشفيات أو من ناحية الإغاثة لهم ومساعدتهم بنصب الخيام مثل ما قلت حضرتك. نعم. وبقدر أكد لك ما في مواطن سوري بيعرف ضمن قدراتنا، نحن ما عندنا القدرات الكبيرة، ضمن قدراتنا بمساعدة الشركاء من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بيطلب. نعم. شغلة، أنا أجاني وردني اتصال من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر من السعودية تشوف شو في حاجة تقدر تساعدنا فيها، يعني بيعرفوا في شفافية بالموضوع، منشوف هذا المخيم شو في جاب شو في نقص رح نقدر نساعده ضمن قدرتنا. نعم. أول مخيم استجبنا له لأنه عنا نحن قدرة وخبرة بالبلد، لأنه عايش أزمات من السبعينات البلد صار عنا خبرة كصليب أحمر وفي قبول للمجتمع لأننا بكل شرائحه، استجبنا دغري ضمن قدراتنا بالتنسيق مع وزير المهجرين. نعم. مدير الـ UNDP الـ UNHCR ووزير أكيد الشؤون الاجتماعية والإدارة تبعه. نعم. تنلبي النداء، إحنا أكيد حاطين خطة أي مكان بيصير بمخيم بس يجي اتصال على 140 للصليب الأحمر أو يرد لنا أي اتصال منا نستجيب ونبلغ المعنيين شو حاجاتنا تنقدر نكمل ونقدر نساعد كل مواطن ونحاول إن كان سوري ولا لبناني نحاول نضلنا نحافظ له على كرامته. شكرا كثير لكل هاي التوضيحات سيد جورج كتانة أمين عام الصليب الأحمر اللبناني من بيروت. شكر موصول أيضا للكاتب والمحلل السياسي فرج عبجي معنا من بيروت أيضا، وسيد حافظ شكرا جزيلا لك كاتب ومحلل سياسي كنت معنا من غازي عنتاب، اعتذر لضيق الوقت ضيوفي.